وانت في اخميم جم يحفروا هنا في حته اسمها الجبانه، دي المقابر القديمه قوي اسمها مقابر اخميم. دي مقابر قديمه جدا، فجم يحفروا هنا عشان يعملوا مركز بريد اللي هو عملوه الناحيه الثانيه. فاذا بيهم يجدوا هذا التمثال. عشان كده لما زي حواس، دكتور زي حواس قال ان اخميم كلها تحتيها اثار مهمه جدا وكتير جدا، ما كانش يعني بيقول كلام غير انه كلام علمي. لقوا ده رمسيس الثاني، قاعده التمثال. فطبعا توقف كل شيء ولسه بقى هيشتغلوا في بتوع الاثار، اخواننا بتوع الاثار هيظبطوا الدنيا ويشوفوا بقى ما ممكن تحت التراب ده يكون في حاجات كتير جدا. مقابر اخميم ليها حكايه قديمه وحكايه جديده. القديمه انها متوارثه جيل عن جيل عن جيل عن جيل، لدرجه انه ما احناش عارفين بقى هي اتعملت امتى. وفيها قصه، في شجره فيها ليها قصه برضو، قصه غريبه. احنا ما بنملش قوي للقصص دي، لكن بتحكيها، موجوده قصص موجوده. هذه المقبره اللي ايه بقى، كل ما يحفروا يلاقوا تمثال، يلاقوا حاجة. فعشان كده يقال إن تحتينا هنا في معبد عملاق ممكن يوازي وقد يفوق معبد الكرنك الأقصر. المقبرة هنا بقى بنقول إيه، نحن نوقفها بقى عشان خاطر تحتيها آثار، لكن الأهالي هنا يقولوا لا إحنا مش عايزين الحتة دي. طب يعني المقابر كلها زي بعضها الأماكن يعني؟ قال لك لا، ده هنا ست وردة وفي المسلسل برضو ده كان موجود هنا، وده يعني جاي من العراق وقعد هنا ورجل مبارك كده. وفي الشيخ سراج ده اخميمي سوهاجي الناس بتحبه. دي بقى القصص المرويات القديمة. المقابر دي شغالة، وكل شاهد هنا او حدود مقبرة ليها اصحاب. وبعدين نقول يا جماعه ما تدفنوش هنا عشان احنا في اثار وهنشتغل ونعمل، هتعمل حاجه للبلد كبيره جدا. يوم يدفنوا ايه سكيت كده مش كده. فانتوا عارفين ان في قانون بيقول ان لما الدوله تحب تزيل مقابر لازم تدي مقابر بدلها، ودي بتحصل لان المقابر دي ما بتبقاش ملك، المقابر دي للاستخدام، ما بتتملك، ما حدش بيتملكها. فالدولة فعلا خصصت مقابر في حتة تانية، لكن لابد يتوقف الدفن على الأقل 5 سنين. يعني على الأقل 5 سنين ما يبقاش في دفن خالص إن يقدروا يشيلوا. بس بقول لك إن لما بيفحطوا ساعات بيلاقوا حاجات تخص فرعنا. جنب ده بقى كله في مقابر إخميم، في شجرة ليها قصة. شجرة ليها قصة. هنروح للشجرة عشان نحكي لكم القصة. هنا بقى يا سيدي مرقد، لا مش مرقد، ده ممكن يبقى مام الشيخ مسلسل. الشيخ مسلسل ده بقول لك هو في العراق. انا ما قالوا لي في العراق، قلت يعني هو كان في العراق وجه ماشي. فيقول لك بقى الشيخ مسلسل ممكن يطلع لحد في المنام من اي حته يقول له اعمل لي مقام رؤيه. يعني انت شفتني فاعمل لي مقام رؤيه في الحته الفلانيه. ايه القصه دي؟ قصه. لكن الناس بتعتقد فيها. ومن الحاجات اللي يقول لك ايه؟ احنا مش هنسيب مقابر ديت عشان الحاجة واردة ديت وعشان الشيخ مسلسل وعشان الشيخ سراج، لان هما بيتباركوا بهذه الاماكن.
فالمسلسل ده ما جاش هنا خالص، ما جاش مسلسل ما جاش هنا، لكن يطلع ما عارفش بقى هو بطل يطلع ولا لسه بيطلع. فاحنا لا بنرفض ولا بنقبل، لا بنرفض ولا بنقبل، بنحكي الحكايات اللي الناس هنا معتقدة فيها. يعني انت لو قلت لحد هنا الكلام ده مش يعني مش مقبول هيزعل منك. فاحنا ما نقولش كده. احنا نقول هنا الشيخ مسلسل وحاملين له زي ما انتم شايفين حاجه كده لطيفه وما فرحانين بيها. يعني هنا في المقابر قالوا لازم تيجي تزور الشيخ مسلسل وكده، فانا كنت فاكر ان هو موجود، لكن ده طلع مقام رؤيه. انا اول مره اعرف الحكايه دي بصراحه. مفيش حاجه كل الناس تطلع فاهمه كل حاجه، لا. اول مره اسمع كلمه مقام رؤيه، يعني واحد شافه في المنام قال له اعمل لي مقام في الحته الفلانيه، ولا جه ولا حاجه. الشيخ مسلسل من علامات المهمه عند اهالي اخميم، ومن العلامات المهمه في مقبره اخميم، او زي ما بيقولوا هنا بيسموها جبانه اخميم. شيخة وردة، ايه القصة؟ قصة من القصص اللي موجودة في الحياة، هم هنا يعني معتقدين في القصة،